احتفلت الفنانة أسماء أبو اليزيد بحفل زفافها على مدرب اللياقة البدنية محمد الخطيب، وذلك من داخل مسرح داخل قلعة صلاح الدين. وأقيم الحفل في جو عائلي اقتصر على عدد من الأهل والأصدقاء المقربين من العروسين وعدد من نجوم الفن، من بينهم الفنان الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، والفنان تامر فرج، والفنانة جيلان علاء، وغيرهم من الأصدقاء المقربين للعروسين. وكانت أسماء أبو اليزيد أعلنت خلال الأشهر الماضية عن خطوبتها من محمد الخطيب، ونشرت صور من حفل خطوبتها. جدير بالذكر أبو اليزيد يعرض لها حاليا مسلسل بطن الحوض على أحدى المنصات الرقمية، وبتشارك في بطولته مع عدد من الفنانين منهم محمد فراج وباسم سمرة وعصام عمرو وحسام الحسيني ويوسف عثمان، ومشاركة سماح أنور وعبد العزيز مخيون وأبطال آخرين. زوج الفنانة أسماء أبو اليزيد. زوج الفنانة أسماء أبو اليزيد هو من خارج الوسط الفني ويدعو محمد الخطيب. عمل الخطيب في بداية حياته مندوب مبيعات، وأصبح مدير للمبيعات في إحدى الشركات. ترك محمد الخطيب حياة المبيعات واتجه إلى التدريب البدني. يمتلك محمد الخطيب صالة ألعاب يقدم فيها محمد الخطيب عبر حسابه الشخصي على الانستجرام محتوى لياقة بدنية. الفنانة أسماء أبو اليزيد. من لا يعلم من هي الفنانة أسماء أبو اليزيد؟ هي ممثلة مصرية من مواليد 1990. تخرجت أسماء أبو اليزيد من كلية الفنون الجميلة، اشتركت منذ عامها الأول في المسرح الجامعي. شاركت الفنانة أسماء أبو اليزيد في العديد من الأعمال الفنية، ومن أبرزها مسلسل هذا المساء عام 2017، ومسلسل أنا الشهيرة أنا الخائن عام 2017، وفيلم الممر عام 2019.